ملتقى لا يمكننا أن نتجاوزه للنتيجة المخات ديالو هو أنه تلميذ كيحضر لهذا الملتقى وكياخذ المسار اللي غيمكن له يتبعه في التعليم العالي سواء في المعهد الخصوصي أو المعاهد العمومية. اليوم الدراسي اللي درناه اليوم الإخوان ارتقوا أننا نتكلموا على الاندماج، والمفتاح ديال الاندماج هو أول شيء هو التوجه، هو التوجيه. إذن خصنا نركزوا على التوجيه لأنه اللي غيعطينا من بعد رجل الغد، ورجل الغد غادي يختار المسلك على حساب القدرات ديالو، على حساب الميولات ديالو. وهنا كيجي الدور المهم المنوط ديال الموجه، لأنه إلى واكب هذاك التلميذ وعطاه أحسن توجيه كيمكن لنا نكونوا نجحنا كاملين في هذه العملية. ومن هنا كتقلص على البطالة وكي نوصلوا لواحد الجهوية متقدمة بالأطور ديالها. الحسين عبجة رئيس المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهاز الدخلة والذهب. هذا اللقاء الدراسي اللي تم التنظيم ديالو من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهاز الدخلة والذهب بشراكة مع ملتقى الطالب حول موضوع دور مؤسسات التربية والتكوين في تنمية الحس المقاولاتي بالمؤسسات التعليمية والاندماج في سوق الشغل. هذا الموضوع ما تمش الاختيار ديالو عبثا، ولكن نظرا للرهينية ديالو ونظرا لمجموعة ديال التقارير الدولية والوطنية اللي كتهضر على البطالة ديال فئة الشباب والحاصلين على الدبلومات فئة العمرية 15-24 سنة. هاد الفئة اللي كتخرج من مؤسسات التربية والتكوين سواء العمومية وما كتلقاش الفرص ديال التشغيل. في هذا اللقاء الدراسي تعرفنا على مجموعة ديال الأسباب اللي كتجعل هاد الناس ما كيستطعوش أنهم يولجوا لسوق الشغل بسهولة، وتعطاو مقترحات يعني انطلاقا من تجارب بعض المؤسسات المشاركة في الملتقى الطالب في النسخة 11 ديالو. المؤسسات التعليمية الخصوصية أعطت التجارب ديالها كيفاش كتساعد طلبة ديالها باش يولجوا لسوق الشغل عن طريق مجموعة ديال العمليات اللي كتقوم بها. أولا المواكبة، أولا التواصل الدائم مع المقاولة، أولا ثانيا كذلك عن طريق مجموعة ديال التخصصات اللي كتوفرها واللي كتكون مطلوبة في سوق الشغل. إذن هذا اللقاء الدراسي كان بشكل عام واحد الإفادة للأطر كاملها اللي شاركوا فيه الأطر ديال التوجيه، المديرين ديال المؤسسات التعليمية بالثانوي والتأهيلي والمديرين ديال المؤسسات ديال التكوين في الجهة.